في رفض للذهاب المدرسه يعني بيكون مرتبط بكذب للاسف الشديد. انا اصلا بكره الكذب. يعني اللي هو ايه، تلاقي الطفل يقول لك ايه، اصل بطني بتوجعني، اصل انا دايخ، او يحط الترمومتر ميزان كوبايه الشاي اصل انا عندي سخونه. طب ازاي اتعامل مع الطفل اللي بيكذب؟ بصي، فكره الطفل اللي بيكذب، خلينا ندور الاول انه الكذب هو سلوك. طيب ايه اللي ورا السلوك ده؟ محتاجه ان انا ابص الاول ايه اللي ورا، ايه اللي بيحصل. طيب هو بيكذب ليه؟ في كذا سبب للكذب. اول حاجه مع السن الصغير قوي قوي اللي هو بيبقى بنسميه الكذب التخيلي، لحد 3 سنين لحد 5 سنين اوكي، ده ما بنقلقش منه لانه ده عادي. لكن بعد كده لما بيبتدي يكذب ببتدي ادور وراه بقى هو بيكذب ليه. هل في انواع للكذب؟ في انواع للكذب طبعا. ايه بقى انواع؟ في كذب مثلا ان هو حاسس بعدم الكفايه، ده عموما مش عشان فكره ان هو يروح المدرسه بس، الكذب عامه اسبابه ايه. اول حاجه ان هو ممكن يكون حاسس بعدم الكفايه، يعني مثلا تلاقيه راجع من المدرسه يقول لك ده انا النهارده اصحابي كان عندهم مشكله كبيره جدا جدا وانا جدا اللي حليتها، وانا اللي حليتها وانا اللي عملت وانا اللي سويت، وهو تلاقيه ان هو الحقيقه انه ده ما حصلش. فليه؟ هو محتاج انه يحس ان هو متشاف، يحس ان هو ذو قيمه، فبالتالي بيلجأ للكذب علشان كده. في سبب تاني ممكن ان هو يبقى حاسس ان هو محتاج اهتمام، فيجي يقول لك مثلا ده انا كنت تعبان جدا ووقعت في الفصل واتخبطت وحصل لي وضغط وحاجات كده، فعشان تقولي له ايه ده بجد، ايه اللي حصل، تعالى تعالى قول لي، طب وريني، طب اتخبطت فين، طب مش هو محتاج اهتمام طبعا. في بقى الـ يعني نوع تاني من الكذب ده بقى اللي هو المتطور قوي قوي، اللي هو خلاص انا عرفت احتياجاته، يعني الـ الامور متظبطه معاه، وفي كذب مستمر بدون داعي ومفيش اي اسباب تخليه يعني يكذب. طب لو انا دلوقتي في مرحله ان انا عايزه اعمل تعديل لسلوك الكذب، ابداه من امتى وازاي؟ بصي، مش ابداه من امتى، ملهاش سن معين. هي الفكره ان انا يعني محتاجه ان انا ادي للطفل مساحه امان، لان هو لو لقى مساحه الامان بتاعته، لو لقى ان هو عادي ان هو يعبر ويتكلم، مش هيتعاقب. يعني هو من انواع الكذب برضو مهمه الخوف. جدا من انواع الكذب طبعا الخوف، ان هو خايف ان هو يتعاقب. فبالتالي طب انا هكذب علشان يعني ايه، اتفادى العقاب. اتفادى العقاب بالظبط. فيبتدي الموضوع يتطور معاه. كل ما الكذب بيطول واحنا مش بنعالج اسبابه، بيبتدي ان هو بيصبح عاده. يعني ممكن تلاقيه بعد كده بيكذب مش محتاج ان هو يكذب، بس عادي يعني انا اتعودت على كده. بس حضرتك قلتي ان في كذب تخيلي وفي كذب عام، ايه الفرق ما بينهم؟ الكذب التخيلي ده في السن الصغير قوي، يعني مثلا ياخد تاخد العروسه بتاعتها وتقعد تحكي وتتكلم ومش عارفه ايه، ده انا سانتا كان هنا وقعد يتكلم معايا ولعبنا مع بعض، ده لعب التخيلي اللي هو مفيش منه حاجه. بس ده ممكن في بعض الاحيان يستمر مع الطفل ولا لا؟ لا، مش بيستمر، مش هو بيبقى سن صغير بس، وما بيبقاش حاجه مضره. اصل يعني في بعض الاطفال كمان بيبقى عندهم صديق تخيلي لحد سن معين برضه، لحد سن معين. في ممكن لعبه بقى يتمسك بيها، تفضل معاه، تفضل جنبه على طول. في ناس بتقلق اللي هو لا، هي ماسكه اللعبه دي على طول، ما بتسيبهاش، دي ما بتنامش من غيرها، دي ما بتخرجش من غيرها. يعني من لا لا، ما فيش مشكله خالص. طب حلو.